بسم الله الرحمن الرحيم. حد أشني ضابط الحالة المدنية وعضو الفريق التقني اللي كيتكون من كل من الكاتب العام السيد أحمد العلاوي والسيد خميس شيبا اللي هو تقني. قمنا في إعداد مخطط واحد المونوغرافيا لإعداد مخطط التنمية الجماعية، واللي كنتوا معنا حاضرين اليوم باش درسنا ديك الوثيقة اللي كان المفروض أننا نقدموا يعني الوثيقة نعرضوها على جميع. قلنا بأن كان المفروض نقدموا الوثيقة لجميع الأعضاء اللي كانوا تمكينا، ولكن نظرا للظروف المادية الحالية وبعد الإكراهات اكتفينا باش غادي يكون واحد العرض كيسمى بالبي تي تي. من هذا العرض هذا قمنا بعرض جميع المشاكل اللي كتخبط فيها الجماعة والصعوبات وكذلك المؤهلات. من بين المشاكل مثلا المطروحة مثلا النقل، بأن احنا عندنا يلا واحد النسبة صغيرة يعني نسبة قليلة لمغطى ديال الطرق، في حين أن مازال كتعاني بعض الجماعات منها مثلا ولاد عمار وحيا، منها ابن عليتن الشرقية، إيبوي اللي كتعاني من العزلة خاصة في الفيضانات. عندنا الماء الصالح للشرب، أن مثلا عندنا 72 اللي كيف جاب عندنا احنا في المخطط 72% ديال الكوانين مرتبطة بالماء الصالح للشرب، في حين أن هنا 30 باقي 30% من الكوانين غير مرتبطة، وهذا مشكل كتخبط فيه البلدية. لذلك طرحنا هذا المشكل يعني الان باش نشوفوا اشنا هي الحلول اللي غيقترحوها الساده الاعضاء وكذلك المجتمع المدني اللي غيكون عندنا معاهم لقاء يوم السبت. وشفنا في نفس الاطار اننا البارح قمنا بواحد الاجتماع مع شريحه من النساء اللي عطاونا بعض الحلول وعطاونا بعض المساهمات، ولا حبيت نذكر مثلا المواضيع اللي تطرقنا لها البارح عاد نشوفوا اللي تطرقنا اليوم. مثلا البارح تطرقنا للهدر المدرسي، وشفنا ان النساء قالوا لنا بان الهدر المدرسي السبب ديالو وهو ان الشباب او الشريحه ديال الاطفال اللي طالعه ولاو كيفقدوا الثقه في التعليم وفي المنظومه التعليميه ككل. لان كيقول لك مثلا انا عندي خويا عنده الاجازه او لا عنده الدكتوراه ما خدمش، اشنو غادي ندير انا حاليا؟ لذلك كيفضل يقتصر الطريق، اما يبحث عن الهجره السريه او لا يمشي يدير شي تجاره او لا اي شيء بدل ما يلتجئ الى المدرسه. عاود كاين عندنا عدم الوعي بأهمية، حتى الآباء ما بقاتش عندهم واحد الوعي بالأهمية وما عندهمش واحد التحفيز، ما كيقدموش تشجيعات لولادهم. صافي ما أنا بحال تصدم، يعني عندي ولدي ولا بنتي ما خدمش، صافي حتى الآخرين ما عندي ما ندير، صافي وحطوا السلاح. عندنا مثلا الموضوع ديال الصحة الإنجابية، الصحة الإنجابية كنلقاو أن مثلا النساء قالوا لك ودي حنا كنلقاو الوزارة كتقوم بواحد الحملات تحسيسية مثلا على السرطان. فعلا كيمشيو للنساء وكيلتجئوا المستوصفات والمراكز الصحيه، كيمشيو يديروا السرطان الكشف المبكر عن السرطان الثدي والكشف عن الرحم سرطان الرحم، ولكن ومن بعد لما كيكتشف المراه ان عندها سرطان واش كتكون شي متابعه من طرف الدوله؟ لا. كتكون عندها شي مساعدات من الجمعيه ولا المجلس؟ لا. اذا المراه كتقول لك اللهم نبقى انا ما عارفاش انني مصابه بالسرطان، بدل ما التجا ونكلف نفسي ونكلف عائلتي طاقه سميتها الوقت والهدر المادي، ويعني كتكون حتى الحاله النفسيه ديالها ماشي مزيانه. بالنسبه للثقافه هنا كنلقاو مثلا غياب مراكز ثقافيه بزغنغان. عندنا يلا دار ثقافه وحده، وبالنسبه للانديه الجمعيات اللي تهتم كيف كنا شرحنا في العرض ديال اليوم، عندنا 41 جمعيه كتهتم بالطفل وبالمشاكل الطفل، ولكن ما عندناش شي مرافق، ما عندناش ملاعب القرب، ما كاينش حتى شي ملعب. كاين يلا عندنا الشريف الامزيان، الملعب ديال الشريف محمد امزيان، وعندنا بعض الانديه المحليه يعني لوكال في، ولكن كتطلب ماد يعني باش تلتجئ مثلا ديك ديال رياضه التيكواندو ولا الفوق خاصك تخلص، وكاين ناس ما عندهمش باش يخلص. اذا هاد الجمعيات هادي ما خاصهم هاد الناس هادو اللي غيمشيو يكونوا منضاويين تحت منهم، خاصهم مرافق فين يتنفسوا الدراري. يعني ما عندنا مثلا يلا عندنا حديقه وحده ديال تلال عائشه كنشوفوها لحد الساعه راه مسدوده، رغم ان الانجاز الاشغال انتهت بها مازال مسدوده. اذا هنا كنقولوا بان غياب الفضاءات والمساحات الخضراء. ومشكل واحد اخر انا اللي كنت كنحب نناقشه اليوم هو التحرش الجنسي. مثلا احنا هنايا اليوم ما تطرقنا ليش، ولكن كان المفروض نطرقوا ليه، التحرش الجنسي وكاين العنف ضد النساء. الا كنا كنهضروا على مقاربه النوع الاجتماعي، يعني نفس الحقوق عند المراه نفس الحقوق عند الرجل، علاش ما تكونش عندنا نفس المساواه مثلا في التشغيل؟ الا كانت حنا كنلقاو مثلا نسبه ديال التشغيل عند النساء واحد النسبه كتشكل نسبه ضئيله جدا،
وكنلقاو الاميه مرتفعه في صفوف النساء، كنلقاو الهدر المصدراسي كاين فيه النساء، كاين الكل كيتعرض للعنف كتعرض ليه النساء. وشيء واحد اخر وهو ان الزغنغان رغم ان الثقافه الامازيغيه والاسلام كيحث ورفع من قيمه المراه، مازال حنا المجتمع الرجولي كيحتقر المراه. نعطيكم مثال، تفوت 6:30 ديال العشيه ما تلقى حتى شي مراه كدور في الزغنغان. يعني شنو كتسمى هذا؟ كيتسمى ان عندنا حظر تجوالي للمراه داخل الزغنغان. واش المراه ماشي من حقها تخرج مع السته تزور صاحبتها تزور جارتها تمشي تاخذ ولدها تديه، لدرجه ان حتى لو وقع عليها شي ازمه لشي دري تعرض لشي عطب مثلا صحي خاصها تنتظر حتى يجي الجار ولا لوسا ولا يجي الراجل باش يديه لوبيطال. علاش المراه ما تكونش عندها الحق تخرج؟ انا ما كنقولش بان، ولكن هنا هذه الثقافه اللي عندنا وهاد اللي ورثناها عن ربما ورثناها على المستعمر، لان الاسلام كيحب كيحترم المراه والتقاليد الاسلام التقاليد ديال الريافه كتحترم المراه، بحيث ان المراه كانت كتولى مناصب في عهد الريافه وفي الامازيغيه في الحضارات الامازيغيه مثلا الحضاره النوميديه كانت المراه كتولى زمام وقياده الامور، في حين دابا فاش جينا حنا مثلا 2011 كنلقاو المراه ما عندهاش الحق تخرج، المراه ما عندهاش تعبر عن المشاكل ديالها، المراه كتعرض للعنف داخل العمل ديالها، كتعرض للعنف داخل مثلا الاسره، حتى بين الاب والام كنلقاو مازال عاد كيعاملوش البنت مزيان في الدار، البنت كتقرا بحالها بحال خوها، وفاش تجي البنت تقوم باشغال منزليه والولد ينعس ويلعب. لا، خاصة تكون عندنا نربيو الاجيال على ثقافه احترام المراه، المراه قبل كل شيء هي اختك، هي امك، هي زوجتك في المستقبل، اذا احترمها من دابا وشكرا. شكرا. الله الرحمن الرحيم. اليوم المجلس البلدي عقد واحد اللقاء في اطار ديال وضع مخطط تنموي ديال الجماعه ديال البلديه الزغنغان، انطلاقا من القانون اللي ديال 2009 اللي تنص على انه على الجماعات او على المجالس ضروري باش يوضعوا واحد المخطط التنموي. فهذا اللقاء اللي درنا اليوم يعتبر لقاء من اجل التشخيص التشاركي الوضعيه الراهنه ديال البلديه في مختلف القطاعات وفي مختلف الميادين. فناقشنا ما يتعلق بالطرق، الطرق القائمة والحاجيات والمعيقات، ناقشنا في الصحة الوضع ديال الصحة ديال داخل البلدية، ناقشنا كذلك وضعية ديال التعليم، ناقشنا فيما يتعلق بالنشاط التجاري والاقتصادي داخل هذه البلدية، وقدمنا ناقشنا هاد المعطيات اللي قدموا لنا الفريق ديال البلدية، هو فريق مشكور اللي قام واحد العمل جبار، لأن هاد عمل كيمكن يقوم به واحد مكتب ديال الدراسات، ولكن نظرا للإمكانيات ديال البلدية فما قدرتش يدير واحد المكتب ديال الدراسات، فقط وكلت هذا الامر الى هذا الفريق التقني، وهو مشكور جدا وعلى راس هذا الفريق السيد الكاتب العام ديال الجماعه والاخت اشني حده رئيسه قسم الحاله المدنيه وسي شيبا خميس من القسم التقني، فقدموا وقاموا بواحد العمل جبار مشكورين عليه. والان نحن في طور اعداد وثيقه ديال الوضع، الوثيقة المونوغرافية ديال البلدية ديال الزغنغان، وعليها غادي نبنيو هذا المخطط التنموي ديال البلدية اللي غادي يكون ما بين 2009 و 2015. هذه هو النقاش ديالنا وشكرا لكم. غانغ يجن جلسة كسادة أعضاء المجلس البلدي حماة، خاصنا نعرض وثيقة تحليل المونوغرافية إيديوسين من خلال عمل
كيف الفريق التقني الجماعي ذايس تكون ثلاثة أعضاء رئيسيين يشرفن خل العملية إعداد المونوغرافية الجماعة، ذايس الكتابة العامة، ذايس رئيس مصلحة الدراسات والمشاريع، ذايس ضابطة الحالة المدنية. العملية فقيت ضمن مراحل إعداد مسلسل المخطط الجماعي للتنمية اللي يبدا بمزوارو اعداد المونوغرافيا اللي نشوف وتيد انطلاقا زي الاحصاء السكان انكا المعطيات المصالح الخارجيه ذي برنامج تكوين الدعم يتوغن تلقاه في اطار اتفاقيه التعاون الدولي جار المديريه العامه للجامعات المحليه الوكاله التنميه الاقاليم وعمالة الجهه الشرقيه ذي منظمه اليونيسف. إذا بفضل برنامج تكوين الدعم الفريق الإقليمي للدعم والمواكبة نصات عن يوضع جن مونوغرافيا. بعد المونوغرافيا ينقص جن تحليل جن قراءة وفق منهجية معمول بها في هذا الإطار نصوف وضع جن وثيقة قنص وثيقة تحليل المونوغرافيا. نهارا ما مشي ذو منيق نعرضيت سادة أعضاء المجلس هما أنكسي الملاحظات نسن أنكسي الاقتراحات نسن أنكسي الأفكار نسن تصحيح ما يمكن تصحيحه ذي المجالية ونيتا أبري العمل ونيتاني أن راح الفئات الأخرى اللي تكون المجتمع زنغان المجتمع المدني كجمعيات وكهيئات وكتعاونيات وكنوادي ثم أن راح الفئات الاجتماعية في إطار مقاربة النوع الاجتماعي النساء وأطفال وشيوخ وأشخاص في وضعية إعاقة حما أنكسي مار الأفكار نسن أنكسي مار الأولويات تولى أنكسي مار الحاجيات لشغلات نسن في مجاليان الوضعية الراهنة في المؤهلات والصعوبات أنا وغاجن وثيقة متفق عليها من جميع مكونات المجتمع حما خاصنا ذنا التخطيط النغ المستقبل الجماعة يغيم تدن زي 2010 إلى 2015 المخطط الجماعي يتذكر طريقية في آخر المطاف وثيقة يملكيت جميع مكونات المجتمع وبالتالي ذي السهم ذي البناء ذي التنمية الجماعة في أفق 2015 وشكرا.